بتبقى جدع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم. يا قطعوني يا راجل يا ممل، ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه يا بقول لك؟ قلبي اتسلبت بقى علينا، اتسلبت. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس، ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا لا لا، ده القصافه بتاعتي يا هيما، اتكل انت بقى. سلامت ام حسن، ده من العين ومن الحسد. سلامتك يا حسن من رمش اللي حسد. سلامتها 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 ام حسن. الف شكر، الف ربنا يخليكم. لا لا لا، اغني تاني مش هينفع، اغني تاني. لا والله ما ينفع، انا عندي حفله والله في كوالة البلح. ماشي اشوفكم الجمعه الجايه. يا دي النصيبه عليك وعلى عيشتك يا ولا. انت اتهبلت يا ولا؟ بتكلم نفسك في المرايه؟ ان شاء الله ان شاء الله هتتلبس. مش هينفع عمه تلبس يما. ليه؟ عشان لابس فليله النادي الاهلي. يا سلام يا اخويا. وبعدين يما انا كنت بغني يما ومحدش سامعني يما تلبس ليه؟ طب خد يا اخويا كلك لقم. ايه ده؟ هي دي البيضه يما اللي انت جايبها لي يما؟ ايوه البيضه. مالها البيضه؟ مش عاجباك البيضه؟ بروتين. بروتين ايه يما؟ الناس اكله شاربه نايمه، احنا بس اللي الدنيا يما مدينا ظهرها يما، كاكنينه في حظنا الهباب. يا اخويا احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله. وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبه اللي قاعده على فرشه الخضره وبتاكليني وتشربيني وانا عامل زي الحمار، زي البغل الاسترالي اللي محتاج الدبيح. ما بتحطش ايدك في جيبك يا اخويا وتديني 5 جنيه نجيب بيهم حتى 50 جرام لحمه. انا ياما بس ربنا يكرمني واشتري كمبيوتر وسماعات ومايك. ونادر عليا ياما، نادر عليا والنادر امانه يا ام سوكا. لا اجيب لك عربيه. عربيه ولا بحمار ياما، واجيب لك واحد بقى بميكروفون. ايوه جرجير ام سوكا، ايوه فجل ام سوكا. وانت تقعدي بقى ياما تجيبي كوز وتاخدي الفلوس. قلت ايه؟ اقول لك حاجه؟ ادعي لي بس ياما من قلبك، من قلبك ياما، من قلبك من رجليك، اكسر الدنيا يا ولا. يا ولا ده انت هتكسر نافوخ ان شاء الله. حرام عليك، حرام عليك. يا ولا شوف ابراهيم وحلاوه وجمال ابراهيم وجدعانه الواد ابراهيم. شوف عربيه الكبده اللي بيشتغل عليها، خاطب وهيتجوز ومرستق نفسه، وانت شاطر لي بس تقول لي كمبيوتر وعربيه بحمار. ايه يا ولا انت هبل يا ولا؟ يا ولا حرام عليك، حرام عليك، هتموتني ناقص عمر وانا في عز شبابي. حرام عليك يا ولا، يا ولا ما تخلينيش انزل تربتي وانا قلقانه عليك. حرام. خلاص يا ماما تزعليش، ما تزعليش بقى ياما. خلاص اجيب لك عربيه 128. طب 29. طب هو حد فيكم زعل امي؟ لا لا زعلان، ما تخنقش عظمي. لا زعلان. لو امي شايفه الشبكه على عروسه يبقى تجيبوها وكمان فيها بوس. يلا ترت ترت ترت. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاجه اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطر هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكرة قوي. شكرا. الو الو يا دينا. دينا انا هايدي، انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عم شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه الشارع؟ ابراهيم نجيب. الشارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي، انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بايه. حاضر حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي. متشكره قوي. شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس، مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش، اتفضلي اقفي بعيد بقى لو سمحتي. يلا توكلي على الله، خلينا نشوف رزقنا. يا بابا علالي يا خالتي ماما، مش هينفع كده، سيبيني اسالك على التعاوير عشان تطيبي. يلا يلا. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يابا مش قادره،
معلش امي هتضربني عشان الهدوم وتوسخ. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسق على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش ولا مستحملي معايا. اها معلش معلش اها. اي 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 يا طب مش هينفع كده. انت بتبص عليها حالتها. غور ياض من هنا غور. ما تخلص عم تعون انت كمان، ما شافهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتنايلوا يتحاسبوا. بتصلي على النبي كده يا هيمه وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دي، انت واقع الاستاذ. الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يالا العجب، وطه وبس لا مؤاخذه ايده. كده عدلت التوزيع عشان محدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيمه؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيمه، ده اسلوب حياه. راحه فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع ولوحدها، ويا حبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجه، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفايه جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طياره بعد كام ساعه وما جهزتليش الشنطه. وبعدين راحه فين الساعه 2:30؟ مش كفايه بقى؟ ايه يا محمد انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح. ازاي؟ ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. اقول لك ما تروحي تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله يعني نازله، عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد ها؟ وانا ما بسيبش هايدي. ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا ماشينا غير ماشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. اه ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيمة، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي اتلوحت. بس 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 اقف هنا. فين هي؟ هي اظن ان هو ده يا عم شكري على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ ما شفتش واحده هانم كانت واقفه هنا من شويه ومستنيه ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هايدي ايه اللي انت حامله في نفسك ده؟ احكي لك احكي لك. انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه وطحنيه. يقول ايه ده ست هايدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكري اطلع دلوقتي وانا هطلع. يا عم سلام وماله نطلع. ايه يا دكتورة؟ ما تقوم تهيص معانا. انت ليه بغم كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور انا اسف. انا مش في المود خالص النهارده. طيب خليك زي ما انت، انت حر. يا عيوكا يا بتبكي على اللي راح، بتبكي على اللي راح. الو؟ ايوه دينا ازيك؟